هذه الأشعار كتبت في ظروف نفسية صعبة جدا، ربما قد يتسع المجال في روايات أخرى للحديث عن هذه الظروف، ولكن أعتقد أنني كنت موفقا في نقل تلك الدوامة النفسية المريرة ربما التي مررت بها، وأعتقد أنني كنت أمينا جدا في نقل ما عشته بشكل أو بآخر، فهذه الرواية كانت عزاء خاصا كذلك. سألت صديق أو الأستاذ لمن تكتب؟ في هذه الرواية يعني، وهذه الرواية تحديدا كتبتها لنفسي، يعني لم أكن أتصور أن هناك قارئ أو أنها قد تقرأ هذه الرواية، لم أكن أضع قارئا افتراضيا في ذهني، كنت أكتب استشفاء، يعني قد تكون أحيانا الكتابة مستشفى، ومثلما أن القراءة أحيانا قد تكون مستشفى كذلك، نحن نقرأ لنتداوى بالقراءة، وأنا كتبت هذه الرواية كذلك لأتداوى بها، وأعتقد أن هذه الرواية ساعدتني كثيرا، وهذا هو الجانب الذي يغفل عنه الكثيرون في عالم الكتابة وعالم الأدب، أن الرواية يعني قبل أن تكون أضواء وقبل أن تكون يعني دراسات نقدية وقبل أن تكون توزيعا ونشرا وقراء، ربما هي محاولة من الكاتب لأن يرمم شيئا ما فيه قد تهدد. وأن الرواية قد تكون بشيء أو بالآخر طريقة لكي يقول عزاءه الخاص ولكي يقول ما لم يستطع أن يقوله، ولكي يضع شفرة خاصة ربما وخارطة لأوجاعه ربما يضمنها في الرواية، وربما ليلصق أحزانه وربما يلصق حياته بحياة شخصيات آخرين. نحن أحيانا قد نجرب أن نزج بحياتنا الشخصية في حياة شخصيات أخرى، ربما لنتخلص من أزمة نعيشها أو ربما من مشكل نعيشها أو من حزن يخيم في أرواحنا، وبالتالي فكل رواية هي نوع من التداوي، وهذا التداوي يقوم أساسا على أن الكتابة موجهة للذات في الأول وفي الأخير. كما قلت أسعدتني أنك وجدت لما كتبت صدم في داخلك وصدم في حياتك، وهذا هو الهدف المشهود من القراءة، وهذه ربما أعظم جائزة بالنسبة للكاتب وأهمها بالنسبة للكاتب هي أن يسمع مثل هذا الكلام، لأن الأخير كل شيء بالنسبة في عالم الكتابة هو بغرج خدار، يعني أنه كل شيء قابل للزوال إلا ما تخلفه الكتاب في القارئ وما تخلفه الكتابة من صدم داخل القراء، يعني أسعد كثيرا بمثل هذه المداخلات وأسعد كثيرا بأسئلة تصلني دائما عن الأشقاء.